يتابع أبطال الجيش العربي السوري واجبهم الوطني في القضاء على العصابات الإرهابية المسلحة. مراسلتنا الحربية ميس عاقل رافقت قوات الجيش العربي السوري في جربة والجبارية وأرفدتنا بالتقرير التالي. يحاولون عنونة الأماكن التي يتطفلون عليها بنشر إرهابهم الذي عرفه السوريون واختبروه جيدا، ولكن لأشاوس قواتنا المسلحة رأي آخر وعنوان آخر، الأمن والأمان. جولتنا الماضية مع حماة الديار في الغوطة الشرقية انتهت ببلدة العبادة، واليوم نتابع برفقتهم في بلدة جربة والحبارية. أبطال الجيش العربي السوري يفرضون سيطرتهم على القسم الكبير من بلدة جربة، والآن يتجهون إلى بلدة الحباري ويقومون بمداهمة أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة لإعادتها إلى أهلها نظيفة وخالية من رجس العصابات المسلحة. من حاول التسلل من العتيب إلى جربة لقي حتفه تحت أقدام جيشنا الباسل، كما لاقاها ويلقاها كل من حاول ويحاول العبث باستقرار سوريا وأمنها. نحن هون الجيش عم نواصل تقدم لحتى صلنا لهذه المنطقة ورح ناخذها إن شاء الله. امبارح هن كانوا متواجدين بهذه المنطقة، طلنا من 15 ل 20 إرهابي تقريبا. نحن هلا عم ناخذ أهم نقاط اللي كان محتلها الإرهابية، ونحن رح نواصل تقدم، يعني إن شاء الله تكون منطقة جربة والحوالها منطقة آمنة. نحن الجيش العربي السوري ان شاء الله بدنا نحقق انتصارات على طول، وان شاء الله بدنا نسحق هالإرهابية الأنجاز بإذن الله. معنوياتنا في اعالي العال. ضمن مهمتنا في متابعه وملاحقه الارهابيين واجتثاثهم من اوكارين، تم القضاء على الموجودين في المناطق المحاذيه تماما البحريه، وعزل منطقه البحريه عن جربه تماما، والتصدي لجميع محاولات الالتفاف اللي كانت موجوده لدى المسلحين. طبعا المعنويات موجوده عند العناصر مو بس بتكفي لتحرير المناطق السوريه، لا، حتى ملاحقه المسلحين الى عتبات الدول اللي عم تدعمون. نحن داهمنا منطقتين هون هربوا من الارهابي تقدموا له الجهه، فلاحقناه لهم، وان شاء الله باذن الله تعالى رح نقضي لين ان شاء الله الجيش منصور ان شاء الله، وفي تقدم بجميع الوحدات عم نتقدم ملاحقين وين ما راحوا، رح نضل لاحقين وين ما راحوا وين ما كانوا. أنهينا جولتنا مع حماة الديار، فهم تابعوا واجبهم المقدس ونحن عدنا أدراجنا. وفي طريق العودة استوقفنا أهالي الكفرين، تلك البلدة التي أغلقت أبوابها بوجه العصابات الإرهابية فبقيت نقية بهوائها وأفكارها. الحمد لله ما بيحصل من هيك، والله عايشين ومبسوطين بفضل الجيش، لأنه دائما عندنا الجيش. هلا احنا جو عندنا ممتاز، يعني بفضل الله وفضل الجيش. يعني كان بالاول في مسلحين كانوا يعتدوا على اهل الضيعه ويخطفوا بعض الاشخاص، هلا بنشعر بالامن والامان بوجود الجيش بيناتنا، وابعد عنا هذه الظلاميه كلها. اللي على خطا الله يرده لصوابه، واللي ماخوذ بالظلم والقهر الله يقتله بقهر وظلمه. انا بقول للجيش الله يحميهم، لانه ما حدا حامل حمى غير هن. بقول للمسلحين انه يطلعوا من البلد بكون احسن لهم. والله ما بيحلى من هيك، الجو بالعكس كثير ممتاز بفضل الامان بفضل الجيش العربي السوري. امن وامان الحمد لله، والشباب والعساكر كلياتنا اللي بيعاملونا معامله اخ لاخ، ما في احلى من هيك والله. بعزيمة وإصرار حماة الديار وبإرادة شعب تربى على حب الوطن والإخلاص له، ستبقى سوريا بلد المحبة والسلام، وستكبر وتعلو بهامات جيشنا ودعاء أبناء سوريا. لأخبار التلفزيون ميس عاقل، ريف دمشق. شكرا للزميلة ميس عاقل. أما